بقى انا حامل منك. ها اعملي فحص الدي ان اي وجايز ممكن، ما اعرفش هو ايه اللي جايز وممكن. انت هبل ولا مجنون ولا ايه بالظبط؟ طبعا مجنون بحبك يا حياتي. انت عارفه انه شكلك ده كمر. بقول لك ايه، انت لازم تقول لي هشام ان الكلام ده مش صح ومش حقيقي. لا 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 ما اقدرش اطلع كذاب ولا ايه؟ نعم يعني انت عشان ما تطلعش كذاب تخرب لي حياتي انا؟ حياتك ايه؟ حياتك خربانه خربانه. اسمع انا ما عنديش اي حاجه عشان اخسرها، اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقتلك واخلص. بجده يتاكد هشام انه البيبي دي بتاع البيبي الكبير. ماشي، ولو قلت لك كفايه لحد كده وكفايه اللي انت عملته معايا. انا ما عملتش حاجه معاكي وما عملتش اي حاجه ليكي. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ شيطان؟ وانت ملاك؟ قولي. كل الناس قالت لك ابعدي عني ابعدي عني، بس لزقتي صح ولا لا؟ حبيتك. لا لا ده مش حب، انت كنت عايزه تهربي تهربي من البلد وعشتها. لو عايزه تتكلمي عن الشيطان، لا ده الشيطان ازدق واحد ازدق واحد. ده نزل على الارض وقلني هيغويني ووسوس هني. لا مش صادق، قال لك برضو على الطريقه. ازاي هيوسوس في دماغك؟ ماشيين وراه، بعد ما نمشي وراه بنقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا الكل بيكذب، الكل بيكذب، انا وانت وهو، بس احنا مش قادرين نقول. عارفه ليه؟ عشان الشيطان أصدق مننا كلنا. انت الكذابه وانا كذاب، بس عارفه حلوه قوي. اسمعي 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 جيت شوية جي. وحشتيني وحشتيني وحشتيني. الحضن ده اسمه ايه؟ اسمه الحب الحقيقي. يا هشام انت فاهم غلط والله. ايه هو الصح؟ انا جيت بس عشان اخلي اقول لك الحقيقه والله العظيم. حقيقه ايه اللي اقول؟ قولي حقيقة ايه؟ هو شاف كل حاجة. انت قولي الحقيقة يا اخي. ايه حقيقة ايه هو؟